بمناسبة بقى العلم والعلماء، الحمد لله مصر دائما وأبدا بخير. حضراتكم عارفين إنه في دعامات في القلب، ودي بشرى سارة لمرضى القلب. في دعامات دايما بتستخدم في الشريان أو الأورطي، وهذه الدعامات للأسف كان بيتاخد مقاس الإنسان أو بيتاخد جزء منه، بيبعت في معامل جزء من الـ يعني بيتصور وبيروح في المعامل في لندن ومعامل في كوبنهاجن وفي دول أوروبية بتعمل لنا الدعامة، لأنها بتتفصل على حسب جسم الإنسان نفسه. يعني كل شخص بيبقى له دعامة مخصوص ليه، يعني مش أي حد يركب له يعني دعامة عادية. والدعامة دي بتجاوز سعرها المليون جنيه. فحضراتكم لكم أن تتخيلوا في كام، يعني في عندنا قائمة انتظار قد إيه من المرضى بينتظروا الموضوع ده. يعني طبعا تكلفة جراحية غالية، تكلفة لتفصيل الدعامة غالية جدا، وقت كبير حضراتكم بيتاخد عينة وبتبعت في معامل في لندن أسابيع شهور. يعني حتى لو فلوس موجودة فحياة المريض نفسها يعني مهددة. الحمد لله ربنا يكرمهم، علمائنا في جامعة المنصورة نجحوا إنهم يعملوا نموذج مصري كامل 100% لهذه الدعامة، وما بقيناش محتاجين نروح لندن ولا كوبنهاجن عشان نفصل الدعامة دي، وكمان بتكلفة أقل بكتير جدا من التكلفة اللي بره، وهي دي عظمة المصريين. تعالوا مع بعض نشوف الحكاية دي في التقرير اللي جاي. مش هيفهم كلامي غير اللي قلبه موجوع، اللي عايش رحلة يومية ما بين جراحين القلب، اللي واخد رقم في قوائم انتظار عشان يعمل عملية قلب، رغم إن كل تفاصيل العملية جاهزة وكل الإمكانيات متوفرة، لكن دعامات الشريان الأورطي هي الأزمة. ليه هي أزمة؟ لأنها مش في إيدينا. الدعامات في كتير من حالات الشريان الأورطي المسجلة على قوائم الانتظار لها طريقة معقدة في تصنيعها. أولاً مش في مصر، بتتصنع في مصنع شركة كوك بكوبنهاجن وبتكلفة عالية جداً لأنها بتتعمل حسب التشريح الخاص لكل مريض. طريقة تانية لتصنيع الدعامات دي موجودة في أوروبا وأمريكا، وهي إجراءات تعديل على الدعامات العادية، لكن ده بيتم وفقاً لتقنية عالية التكلفة ومش موجودة برضه في مصر. نسكت، نستسلم لقوائم الانتظار، نسيب الناس تعيش بالمرض والألم؟ ده اللي فكر فيه فريق من مركز جراحة القلب والصدر والأوعية الدموية بمستشفى جامعة المنصورة، عشان يدخلوا لأول مرة في مصر تعديل في علاج مريض بالشريان الأورطي عن طريق تعديل الدعامات المغطاة زي ما بيحصل في أوروبا وأمريكا، وبتقنية عالية لكن بتكلفة أقل. مركز جراحة القلب والصدر وجراحة الأوعية الدموية هو مركز رائد في جمهورية مصر العربية وفي المنطقة بتاعت الشرق الأوسط كله. احنا بنعتبر أول مركز متخصص في جراحة القلب والصدر وجراحة الأوعية الدموية يجمعهم في مركز واحد في جمهورية مصر العربية. شو قوائم الانتظار اللي هيتاح لنا إجراء عمليات متعددة لمرضى بسطاء لم يكن بمقدورهم تحمل تكلفة هذه الدعامات. فكرنا نعدل الدعامات الموجودة في مصر لتضاهي التقنية العالمية لسببين. السبب الأول هي التكلفة العالية، والسبب الثاني الوقت، لأن المريض كان محتاج ده بشكل عاجل. هتقول لي إزاي؟ هقول لك دي بقى عبقرية فريق العلماء المصريين بجامعة المنصورة. من غير تفخيم ولا مبالغة اشتغلوا بنفس منهج عمل الأوروبيين والأمريكان، صمموا مقاسات الدعامات وعدلوا على الدعامة العادية بنفس التقنية العالمية لها، ووفروا 10 أضعاف التكلفة اللي كانت بتروح في تصنيع الدعامة خصيصاً في لندن. والمفاجأة إن العلاج على نفقة الدولة بيتحمل تكلفة الدعامات المعدلة، يعني مفيش قوائم انتظار ومفيش مريض هيفضل أسير نقص الدعامات. هذه الدعامات يتم تصنيعها بأوروبا ولكن تكلفتها عالية جدا تتعدى المليون جنيه، بالتالي احنا قدرنا نعمل هذه الدعامة بتكلفة بسيطة مقارنة بالتكلفة الأصلية الخارجية، وكمان قدرنا نعملها داخل مصر دون الحاجة للاستعانة بمصانع أوروبية. ولولا وجود هذه التقنيات العالية ما كانش ممكن إن احنا نقدر نجري مثل هذه الجراحات داخل الجامعة.
سجلوا معايا أساميهم واشكروهم على إنجازهم، إيهاب وسامر وتامر وشكري وسامح ومجاهد والوكيل، ومع حفظ الألقاب هي دي الأسماء اللي بتبني مصر تستطيع. حلمنا في الفترة القادمة إن شاء الله إن المركز بالإمكانيات الموجودة فيه إنه يكون مركز رائد، وجراحات القلب والصدر وجراحات الأوعية الدموية المتخصصة والمتقدمة مش في مصر بس، إن شاء الله في على مستوى الشرق الأوسط. كل التحية لعلمائنا في جامعة المنصورة، وجامعة المنصورة أنا شخصيا منحاز ليها لأنها كل يوم بتقدم لنا جديد، وعندهم يعني بحث علمي لا يتوقف. وأجمل حاجة في جامعة المنصورة تحديدا أنها بتطبق أبحاثها على الأرض طول الوقت، يعني فكرة في معمل بحثي بتطلع على الأرض، بتطبق على أرض الواقع. وطبعا قبل ده كله طيبة وجمال وحلاوة روح وقلب أهل المنصورة ومحافظة الدقهلية بشكل عام وكل المصريين. طيب